فيها صعوبات كتير سبيشالي واحنا بنشتغل مع السن الصغير، معوقات داخليه ومعوقات خارجيه. ايه بقى بصي كان فيها اكتر الحاجات تفاصيل اللي كانت واقفه كتير. قدامكم؟ بصي هو الموضوع كان فيه تفاصيل كتيره قوي، بدايه ان احنا اصلا نختار المكان، يعني احنا محتاجين مكان يبقى مبدئيا امن جدا للاطفال عشان يبقوا براحتهم، بلس ان احنا عندنا اكتيفيتيز، فاحنا محتاجين مكان يبقى واسع فيه واسع وسامح ان احنا نعمل الاكتيفيتيز دي. واحنا الاول كنا هنعمل في مكان اوت دور، بعدين الجو كان حر جدا فاضطرينا ندور على مكان تاني يبقى فيه جزء ان دور هي وجزء الفكره قائمه اصلا على الصيف او على اجازه الصيف. فدي كانت اكتر صعوبه بصراحه قابلتنا، هي حوار اختيار المكان. وبعد كده بقى هي حاجات كلها تنظيميه، يعني مش هقدر اقول عليها صعوبات يعني، بس هي الحاجات الطبيعيه، يعني البروسيدرز الطبيعيه اللي بتمشي في اي ايفنت. من بقى يعني كل حد بيبقى عايز يعرف مكانه فين، هيعمل ايه، تفاصيل بقى، يعني تفاصيل محتاجه ترد بقى على كل حد. اللقطه دي عشان انا كنت كمان ماسكه الجزء بتاع ان انا برد على الناس، فكان فيها تفاصيل كتيره قوي. طيب ما هو في امهات برضو خدوا بالكم بتخاف انها لو علمت ابنها او بنتها انها تعتمد على نفسها سن صغيره، ان هم يبداوا يعني شويه يبقوا يعني خلاص بقى كده مستقلين، فينفصلوا في سن صغير عنهم، او ان هم يقرروا ان هم لا خلاص احنا مش محتاجين بابا وماما في حاجه، ان انا اقدر اعتمد على نفسي، كلها عايزه كده، انا بشتغل وبطلع فلوس. بصي او مثلا الفلوس اللي بياخدوها يعملوا بيها حاجه مش للدرجه اللي انت متخيلاها. هي الفكره كلها من يعني الفلوس، يعني انا مثلا بالنسبه لي ولادي انا لما باعوا انا اديت لهم قدامي الفلوس اللي باعوها دي، انا اللي اديت لهم فلوس عشان يعني بشجعهم. هي حاجه تشجيعيه طبعا. هم لسه كمان مش قادرين يفصلوا ما بين ان هم الفلوس اللي جات لهم دي، ان هم فاكرين هم دي الفلوس اللي هم كسبوها، مش عارفين ان في جزء منها بروفيت وجزء هيروح ان هم يشتروا بيها ماتيريال ثانيه، يعني هم لسه. وده الجزء ده هنديه برده في الورك شوب اللي احنا هنديه لهم، هيبقى ليه علاقه بالمايسنج ازاي يسعروا والماركتنج ازاي يشتغلوا ماركتنج. بس فكره اللي انت كنت بتقولي عليها ان هو ينفصل او يقول لك انا بقى قائم بذاتي، هي مش هتحصل، مش هتحصل عشان حاجه. احنا واصلين لسن معانا ايه، 14 و15 و16 صح؟ يعني اقصى سن عندنا ايه في المبادره؟ كان 14. انتوا حاطين شروط للسن غير سن السبع سنين اللي هو سن البدايه في ان احنا نعمل لا برافت. لا احنا معانا لحد 17 18 سنة. والكبار دول هو في الغالب بيدخلوا فولنتيرز هنا في الاورجنايز. حلو. ما هو بقى الـ الشخص مثلا من نقول من سن 14 اللي هو ممكن دماغه تلقلق شويه، يعني متهيألي لو وصل لل 17 و18 يبقى خلاص عارف ان دي حاجه بتتعمل، ان هو بس انا بتمرن على الدنيا او على الحياه ممكن تكون ماشيه ازاي، فيها شغل وفيها ثواب وعقاب وحاجات زي كده. هو تفكير الولاد اصلا دلوقتي هم عايزين يعتمدوا على نفسهم، يعني هو غيرنا خالص زمان لما احنا كنا هنبتدي بقى حياتنا العمليه بعد لما نتخرج، لا خالص. هم دلوقتي الولاد عارفين هم عاوزين يعملوا ايه عشان لما يتخرجوا هم اوريدي. وخلي بالك دلوقتي احنا انت عندك ريسك في حاجه تانية، ان معظم الولاد كلهم تقريبا او بنسبه 90% عايزين يطلعوا انفلونسرز وبلوجرز. انا هقعد في البيت اصور فيديوهات اخد فلوس وانا قاعد في مفيش حاجه، فقصه ان انت بتخليه بقى يطلع اوتبوت حاجه بايده ينتجها، يعني حتى لو ده حاصل ودي حاجه زي ما بقول لك مش هتحصل لانه ليها لوجيستكس كتيره قوي علشان الولد او البنت يقول لك اصلا انا هنفصل، ما حصلتش مثلا في الريف، ما حصلتش بره في هو مش هينفصل ان هو ياخد بعضه مثلا ويمشي، لا هو نفسيا كده يحس ان هو انا خلاص. لا هم من دلوقتي نفسيا حتى لو انت ما عملتلهمش حاجه وكل واحد حاسس ان انا خلاص، يعني حبايبي والله مش يعني احنا الخير والبركه هتعيشوا ازاي من غير احباب الله والله انت لا هم بيجوا يقولوا لك يعني انا عندي على حسب برضو تربيتك لاولادك وشخصيتهم. انا عندي بنتي عشان انا مربيه لها شخصيه زياده عن اللزوم فبتطلع عليا، فباجي اكلمها فتقول لي انا اللي هقرر، انا اللي على اساس ايه انت اللي بتقرري مش وانت يعني قاعده تقولي انا اللي جبت ده كله لنفسي. انا اللي علمتك انك تقولي كده او تقولي فين حدودك، يعني فاهمه. فالولاد اصلا لا بالعكس، انا لو هيعملوا ده في حاجه فيها انتاج انا عندي احسن كتير ان هم يعملوه في الفضاء. في ابهات بيشاركوا في الموضوع ده، بيجيبوا ولادهم مع بيحضروا. الام او كده بيحضروا، يعني بيبقوا موجودين بيحضروا. طب ده حلو جدا. مين بقى اللي بيشارك في تدريب الولاد معاكم؟ معانا ناس متخصصين الورك شوبس. لا معانا ناس بقى متخصصه، يعني كل واحد متخصص في مجاله، حد في فاشون ديزاين، حد في الرسم، حد في الاكسسوارز، حد في بنوته معانا بتعمل شموع وحاجات كده. الله هي حاجات ناس اوريدي هم عندهم معطره كروشيه لا يعني احنا جايبين ناس كل حد عنده براند اصلا. وبرده على فكره هم سنهم مش كبير، يعني اللي عندهم البراندز دي هم سنهم مش كبير وبيطوروا في نفسهم، بس عندهم سكيل وعندهم اكسبيرينس يطلعوا
حاجه مع الولاد. بالظبط. فانا عايزه احسن الانتاج بتاع الولاد فبديهم اكسبيرينس كمان بكملها. ومخليين حتى الورك شوبس عددها قليل يعني مش عدد ولاد كتير علشان لا يطلعوا فعلا الولاد نفسه الولاد عدد نفسهم الولاد هم اللي عددهم مش كبير عشان يقدروا يستفيدوا يعني اكتر. يعني كتير قوي بيبقى 6 في الورك شوب مش اكتر. ده جميل.